مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في قناة كنار تي في. اليوم في مسار مهنتي، البرنامج اللي بتشوفوه كل يوم خميس الساعة 7 مساء. هذا البرنامج مهتم بالمهن اللي الناس ممكن تستفيد منها. بنحكي مع ناس ذوي خبرة، بيحكوا عن كيف بدأوا في هذا المجال أو كيف عادلوا شهاداتهم. موضوع كبير، خاصة للقادمين الجدد دائما عنده خيارين، يا إما بده يعادل شهادته، وهذا طبعا الخيار اللي حاب نحاول نحكي عنه في بعض الأحيان، أو يحاول يدرس شغلة جديدة ويستفيد منها وتكون سهلة له وتعطيه قدرة إنه يدخل سوق العمل. سوق العمل فيه تحديات كبيرة، في أشياء كثيرة ممكن يقدر يستفيد منها من خبرات الناس الآخرين. اليوم عفوا خليكم معنا على الخط. اليوم عفوا فكرتم من احد المستمعين لكن طلع. اليوم حنتحدث عن مهنة جديدة، قد تكون هذه المهنة من المهن اللي الناس كلها تسمع عنها لكن ما بتعرف كيف تدخل هذا المجال. مهنة ليست من المهن الصعبة الدراسة، عشان هيك في طريقة لازم تسوها. باي ذا واي، اذا في حدا عنده اي خبرة بحب انه يفيد فيها الناس ويستفيد والناس تدعي له، يتواصل معي عشان نقدر نطلع احنا وياه على حلقة من الحلقات، أو عادل شهادته، مر في موضوع معادلة الشهادة ممكن برضو يتواصل معنا. اليوم معنا من تورونتو أختنا العزيزة والصديقة السيدة خولة طاها. أهلا وسهلا فيك أستاذة خولة. أهلا فيك دكتور، مساء الخير، أعطيك ألف عافية. الله يعافيك. المشروع اللي أنت بدأتي فيه أو العمل الجديد اللي أنت اخترتيه اللي هو وسيط جامعي، انك تبحثي للناس عن قبولات جامعية، صحيح؟ صحيح. احكي لنا عن كيف اول شيء بدأت الفكرة عندك، كيف انت بدأت تفكري بهذا المشروع؟ هلا الفكرة، يعني انا لما اجيت على كندا بال 2011 زي كل يعني قادم جديد بجرب، ف يعني أنا تقريباً قبل ما أجي على كندا عندي كان خبرة حوالي 25 سنة، منهم 8 إلى 9 سنين كانوا بالجامعة شغلي، وحتى اشتغلت بالمستشفى كان بالإديوكيشن مع المرضى. فموضوع الإديوكيشن دايماً يعني هو الهاجز اللي بحياتي، يعني أنا بحس إنه أحسن شيء تقدمه للناس يا تعطيه صحة أو تعطيه تعليم. ف يعني الفترة الطويلة من حياتي العملية قبل ما أجي على كندا كانت مع الطلبة وكانت مع كمان education المرضى أو تعليم المرضى وتثقيفهم. فأول شيء عملته لما أجيت كان في إشي اسمه، كنت بدي أعمل لأولادي الـ saving plan اللي هو register education saving plan RESP. فالأخت اللي كانت يعني إجت تشرح لي عن البلان اللي من الجوفرمنت، فشفتني يعني كانت تعمل بالأبليكيشن، فقلت لها خليني أنا أعمل لك إياه. فاستغربت بتقول لي إنه أنتي عملتي قبل هالمرة، قلت لها لا أنا جديدة يعني شهرين إلي بكندا. فقالت لي واو يعني أميزنج إنه أنتي حسيتك أشطر مني. فقعدت تحكي معي انه ليش ما تعمل الكورس كتير كويس، وانا بالمجال هاي اللي فترة طويلة، فلانه كمان مرتبط بالتعليم. فعملت الكورس، امتحنت اللي هو الـ RESP Register Education Saving Plan، وانضميت لشركتين تقريبا 4 سنوات في موضوع الـ RESP. كان الهدف يعني اللي أنا حطيته صراحة مش هدف مادي، أكثر ما إنه أثقف الجالية عنا العربية بموضوع أهمية مستقبل الأولاد، لأنه كلنا أجينا مشان أولادنا، ومستقبل الأولاد اللي هو التوفير كمان إلهم بالمرحلة
الجامعية، يعني المدارس عنا مجانية في كندا الكل بيعرف، بس الطالب لما بيوصل المرحلة يخلص المرحلة الثانوية بده يدخل كوليج، بده يدخل يونيفرسيتي، بده يدخل كورس، محتاج لفلوس. حتى يعني لو أخذ أوساب أو اللي هو القرض من الحكومة لازم يرجع هاي القرض. فهو بلان إنه الأهل كانوا بحطوا مبلغ، ومقابل المبلغ هاي الحكومة يعني بتساعد ب 9200 دولار ان توتال، وكمان المبلغ بتزايد يعني الفوائد تبعته والسيفنج. فكانت هاي اول بدايه عمليه لي بكندا. بعدين عملت كذا كورس، يعني صراحه انا ما اتجهت انه اروح ارجع ادرس بالبدايه، بس أنا يعني كثير عندي يعني بحب إنه أتعلم، يعني بحب البحث، لأنه كمان فترة طويلة من شغلي بالجامعة بالمكتبات، علم المكتبات، عندي كمان دبلومة، كان مجالي بقسم الريسيرش الأبحاث، فإنه إذا بدي أوصل لمعلومة لازم أوصل لها. كانت الطريقة زمان بالتسعينات مش زي هلأ، طبعاً هلأ كتب وكتب كتب وريفرنس ومراجع يعني كان موضوعه كتير أصعب من هلأ. بالعكس هلأ يعني الأسهل الحياة من زمان. فهاي الـ RESP اللي هو Register Education Saving Plan، ممكن يوم نحكي عنه. أنا اليوم حأحكي بصفة عامة شو الأشياء اللي عملتها. يعني الإنسان يعني عفوا أستاذة خولة، هل كانت العائلة، طبعا أنت كأي سيدة موجودة في المجتمع العربي لديك عائلة، عندك أطفال، وأكيد هذا بده يأكل، هذا بده يشرب، هذا بده يروح على السوكر، هذا بده يروح على الهوكي، فالموضوع مش سهل أكيد لامرأة عندها أطفال وعندها هذا. فهل تتوقع انه وجود العائله كمان برضه ساعدك على اختيار هذا الباث الجديد اللي هو قد يكون اسهل من غيره؟ اول شيء لانه كان يعني كان عندي فتره عمليه طويله بحياتي، انا يعني امراه عامله من بدايه حياتي، يعني من لما تخرجت وجبت اطفالي، انا عندي 5 اطفال. لما اجيت ابن الصغير كان عمره 2، فكنت بتذكر انه لما اخذت الرخصه اخذتها بزمن قياسي وحتى بمعدل عالي، يعني الحمد لله خلال شهر ونص تقريبا درست وامتحنت وجبت 87. فكنت كثير مبسوطه انه بجيب معدل منيح، لانه لما اجيت كندا الكل بيقول يعني كندا بدك مسيرة طويلة بحياتك، كندا ما فيش، احنا رجعنا من الزيرو. صح رجعنا من الزيرو، بس المجال مفتوح. يعني بتذكر يوم كنت مع بنتي، كانت بصف 10 11 لما جيت بصف 10، فكان عندهم بيجوا كل الشركات انه او الجامعات بعطوهم زي جوب فير يحكوا لهم شو التخصصات اللي لها فيوتشر. فكانت بنتي مختارة تخصص، فاللي كان بيشرح لها بقول لي انه انا لي 20 سنة كنت اي تي، غيرت هلا من 5 سنين التخصص تبعي لتخصص اخر، فجرافيك ديزاينر حتى. فقلت له يعني قال لي اي ونت باك تو ذا سكول، وانه بلشت يعني حياة عملية جديدة. إحنا الكونسبت هاي عنا في بلادنا إنه الواحد من لما يتخرج لغاية ما يتقاعد هو بنفس الكارير بنفس المهنة. في كندا لا، يعني في عنا مجال كبير، ممكن الواحد يرجع يدرس من البداية، ممكن يأخذ كورسات ما تتعداش الأشهر ويبلش حياة العملية. فكان عندي الـ RSB قبل 4 سنوات. في يعني بعرف يعني صديقة لي فقالت لي بدنا نشتغل موضوع الانترناشنال ستودنت. يب.
اخذت ايجنت من كوليج، هي بتدرس بكوليج، فقالت لي خوله شو رايك؟ قلت لها طبعا يعني اي شيء تعليم انا معه. بلشنا بس ما استمرينا صراحه، لانه انشغلت يعني كان عندها الشغل الثاني. بس ظلت يعني فكره التعليم، لا شفتها انه كثير كويسه، وقعدت يعني في حدا قال لي انه في كورسات بتتاخذ مشان تكوني سيرتيفايد، حاولت اسال حتى يعني اللي قالوا لي في كورس، حاولت اتواصل انه اقول لهم طب شو الكورس بالضبط مشان انه ادرسه. طبعا في ناس ما بتحب يعني بتقول لك نص المعلومه ما بتكملها للاسف، فانا الحمد لله لانه يعني شاطره بعمليه الريسيرش، ضليت ابحث من موقع لموقع، اقارن اشوف شو المناسب، ادخل على الكورسات، حتى في كورسات بتكون فري مشان اعرف اهميه التعليم بكندا. يعني طلع الموضوع انه معظم الناس اللي بيشتغلوا بال او غالبيتهم حتى اللي بيشتغلوا as an international student consultant they are not certified. هلا هي يعني في ناس بقول لك انا من الخبره خلاص بمشي اموري، طالب بده يدرس بقدم له الطلب وذاتس ات. لما توصلت يعني قبل 3 سنين انه وين لازم يعني اروح، بلشت ادرس للكورس، سجلت له اونلاين، وكان من ريكويرمنت اللي اعمل ويب سايت، يعني كان لها ريكويرمنت معينه مشان انه تشتغل يعني تعمل الكورس. الكورس هو تعملي ويب سايت، يا كان من الريكويرمنت انه يكون عندي ويب سايت. يا فكمان يعني بتعرف كل شغله انه بدك تمشي على الرولز، لانه ما في شيء تو سكيب ذا رولز، وبده يكون عندك ادرس، يعني في ريكويرمنت مشان انت تعمل هاي الشغل. فاضطريت انه ينعمل ويب سايت وحتى ادرس، انه لازم يكون عندنا ادرس مشان يعرفوا انه يعني انت شخص مؤهل للكورس، لانه الكورس هاي هو لجلوبال ليدر ان انترناشونال اديوكيشن، فانت يعني وان اوف ذا ليدر، فتو بريزنت الليدر اللي حيكونوا موجودين لازم انه تكون شخص يعني موجود فعليا. فبلشت بالكورس، بعدين صار عندي ظروف صحيه توقفت تقريبا سنه ونص. رجعت السنه الماضيه بال 2019 قررت انه تو جو باك تو ذا كوليدج، قلت بدي ادرس. سجلت بزنس اند ديجيتال ماركتينج، وانا في الكورس يعني حسيت انه كمان اونلاين استدي، انا يعني كنت حابه انه اوصل لمعلومه جديده مش انه انا اكون اونلاين. فرجعت مره ثانيه قلت لا خليني ارجع للكورس اللي انا قبل 3 سنين كنت يعني اشتغلت عليه ووقفت لظروف. فرجعت ادرس للكورس، طبعا تغيرت الماتيريا، تغيرت المعلومات، يعني رجعت درست من البدايه. و من شهر 12 تقريبا، شهر 1، بشهر 4 قلت خلاص انا ام ريدي، خليني اقدم على الامتحان. قدمت على الامتحان والحمد لله كمان نجحت، بس ما جبتش 6، جبت 83. ما شاء الله ما شاء الله كويس. اذا هو عباره عن برنامج يدرس اونلاين، يا ومدته تعتمد على انت قديش بتقدر تدرسه، يعني ما في عندك وقت محدد؟ لا لا هو مفتوح، بس انا اللي لاحظت لانه لما بلشت فيه، لما رجعت بعد سنتين تقريبا وشي، لقيت انه الماتيريا ومعلومات كثير تغيرت، فانه حتى هلا لانه صرنا ممبر، صرت انا ممبر يعني لايك على طول بضلهم يعطونا معلومات جديده، فانا سيرتيفاي از Canadian International Student Consultant. أوكي. طب شو الأوراق المطلوبة للاجتياز هذا الامتحان غير الويب سايت والأدرس؟ الويب سايت والأدرس، وبعدين بتسجل يعني أونلاين. تكلفة؟ التكلفة تقريباً 400
400 بلس 400 بجوز 25 دولار سوري لانه اوكي يا بس بال 400 دولار مش اكثر. هاي هي. فانا لما يعني اخذت الكورس وصرت سيرتيفاي وهيك بلشت بالمرحله الثانيه لانه انت اوكي اخذت الكورس وصرت يعني اوكي سيرتيفاي بس انت بتشتغل على جنبين انه يكون عندك كوليدج انت ايجنت لهم وتبلش تجيب الستودنت. فكمان هاي اخذت معي يعني من شهر 4 عملية مراسلات ومع الجامعات ومع الكليات ومع المدارس. في بعضهم هم صاروا يلاقوني على الويب سايت تبع الاورجنايزيشن اللي احنا تابعين لها. ففي كمان يعني بعض المدارس والكليات هم تواصلوا معي دايركت. فهاي كمان واحده من الحسنات انه يكون عن طريق الاورجنايزيشن اللي قدمت عندهم. لانه لما تصير ممبر فبكون اسمك انه انت سيرتيفاي يعني مش واحد يعني مثلا ممكن تبحث عن انترناشونال ستودنت كونسلتنت بميسيساغا او بكندا بيطلع لك الليست بالناس اللي هم سيرتيفاي. طبعا اخذت من عندي مرحله يعني من شهر 4 بلشت لغاية شهر 10-11 وأنا لسه يعني في عملية مراسلات للجامعات إنه أكون ريبريزنتيف لإلهم أو ممثل لإلهم والكليات. طريقة طويلة والحمد لله بشهر 11 شهر 10 تقريبا 11 عملت أجريمنت مع البورد تبع الإديوكيشن بضم 800 بلس 800 كوليدج يونيفرسيتي سكول بكندا around 39,000 بروجرام هاي بكندا. في كمان بأمريكا 200 كمان سكول كوليدج يونيفرسيتي و more than 120 كورسز وريسنتلي ضافوا كمان بريطانيا معنا. هلا انا از كنديان مش از كنديان لانه كمان بالكورس انت بيكون عندك مقارنات ليش التعليم مهم بكندا ليش الطلاب لازم تيجي على كندا. ف يعني كندا من افضل الدول للتعليم لعده اسباب يعني وهاي اللي احنا دائما بنشجع الاهالي او الناس انه يجوا يدرسوا بكندا. حنرجع لهاي النقطه بس بدي اسالك الان عن الحسنات اللي انت شايفاها من دخولك للبورد سيرتيفايد كونسلتنت. ايش اكثر الحسنات وايش في سيئات؟ هل في دفع سنوي؟ هل في هو صراحه في دفع يعني هم قائمين على بيعملوا ايفنتس دائما في عده يعني كل شهر في مكان في دوله معينه فانت بتروح على هاي الايفنتس. طبعا الايفنتس مكلف جدا بين 5,000-7,000 دولار to attend 2 days. بنعمل في كندا في فانكوفر بنعمل بدبي كل سنة في عدة دول حسب أنت وين ورشتك يعني وين بدك to recruit student. فهاي حسنة طبعا إنه أنت to recruit more student تأمن قبولات للطلبة. سيئات لا بالعكس ما في يعني احنا up to date هلا صار كله كمان اونلاين وفي كورسات يعني وايفنتس بيعملوا لنا اياها اونلاين بالعكس ما في. هلا انا يعني كمان بالشغل تبعي لما بلشت الفكره قلت انا ما بدي بس اعمل ريكروت لستودنت انا يعني فتحت الشركه عندي للانترناشونال ستودنت والاميجريشن سيرفيسز او السيتلمنت ممكن نسميها وحطيت بال يعني تو بارت الشغل تبعي. الجزء الاول انه نجيب طلاب يدرسوا من الخارج كوليدج يونيفرسيتي لانجويج هاي سكول سمر سكول. طبعا للاسف شويه احنا هلا تاخرنا بهالفتره لانه اللي صاير يعني بالعالم مش انه كندا بس الحمد لله هلا بلشت القبولات يعني الكوليج بيبعثوا لنا للطلاب اللي قدمنا لهم.
معظمهم حيبلشوا بنوفمبر بالنسبه للغه، وعلى جنوري بالنسبه للكوليدج يعني هاي، وفي بعضهم حتى ممكن يبلشوا اونلاين باك هوم في البلد اللي هم عايشين فيه، لان الوضع عالمي ما حدا عارف شو اللي صاير. بس انه الطالب كمان، الاخبار الحلوه من immigration كندا، من دائره الهجره الكنديه، انه اي طالب international student درس اونلاين بحق له يقدم على الwork permit اذا كانت الجامعه يعني او الكليه يعني موافق عليهم، كمان من الكندا immigration ومن وهم they are eligible انهم يعطوا الwork permit للطالب. واضح. طيب بالنسبة لهذا الكورس، هل انتم بتشتغلوا مع كل كندا بما فيها كيبيك، ولا كيبيك في لها كورس؟ لا لا، مع كلهم. يعني احنا مثلا بالنسبة لي انا سيرتيفاي من لانجويج كندا، من البورد التعليمي بالإديوكيشن بورد بكيبيك وكمان بكندا. يعني as an international student لكندا، يعني anywhere في أي مقاطعة أنا في كندا بقدر أعمل قبول للطلبة. أوكي. طيب التحديات الكبرى، في يعني من أكبر التحديات اللي هي إيجاد الزبائن. طرق استخدمتيها لإيجاد طلاب عشان تقدر، هل رحتي على فيرز مثلاً في دول عرب؟ هل بتعتمدي على العرب ولا يعني it's open؟ لا، هو it's open، بس بالنسبة لي أنا بجوز أكثر العرب بتواصلوا معي. الفكرة اللي أنا قلتها إنه أنا بشغلي إنه كمان فتحت المجال إنه يكون agent تابعين لإلنا للمكتب لل 365، فأنا كمان I'm hiring أي حد يعني حاب يدخل بهاي المجال. حتى كبداية أنا مش حخليهم مثلا الكورس، أنا عملت له مخصص كامل اللي أنا درسته، فبزودهم بالماتيريا مشان يعرفوا شو يعني ماتيريا كاملة. ممكن المرحلة الثانية إذا بدهم هم ياخذوا الكورس، يعني مثلا في واحدة بلشت معي قعدنا فترة بعدين أخذت الكورس، هلا شي سيرتيفاي كمان. فبالنسبة للكورس يعني في ناس بقول لك إنه ما بدي أدفع أو ما بدي ألتزم، فأنا كمان عملت يعني زي مانيوال كامل بكل الماتيريال اللي تبعت الكورس ملخصة، بتساعد الايجنت اللي هم بدهم ينضموا او انضموا كمان لنا انه يفهموا شو عن شو بنحكي. هلا ما رحت لسه ولا فير، لانه بتعرف مع الكوفيد كل شيء توقف للاسف، وعدنا 3 شهور يعني استل انه مش عارفين شو صاير. بس هلا الحمد لله يعني من اسبوعين بلشت العالم رجعت تتواصل الحمد لله. طبعا استخدمت معظم صراحه من الايجنت اللي بلشوا يشتغلوا، من الناس اللي انا بعرفهم. لسه مش قويه كثير بعمليه الدعايه، بس ان شاء الله. يعني هو الموضوع بحر، يعني موضوع التعليم صراحه كثير مشوق وحلو، ولما انا يعني از كونسلتنت كمان، يعني اي طالب بيجينا عن طريق اي ايجنت بقول له خليه يحكي معي، لانه يعني من واجبي انه انا افهم الطالب شو بده يدرس. لان مثلا في اهالي كثير بيحكوا معي انا بدي ابني يدرس مهندس، بقول له ممتاز. طب ابنك بعث لي كشف علاماته مثلا، بشوف الريكويرمنت للدراسه تبعته، يعني ممكن ما ينفعش مهندس، ممكن ينفع شيء ثاني. فعادة بحب أتواصل كمان، بخلي الأهل اللي يوصلوني مباشرة مع الطالب، لأن الطالب هو اللي بدي يجي يدرس مش رغبة الأهل. فبحكي مع الطالب أنت شو حاب تدرس، طيب أعطيني اختيارين ثلاثة، شو يعني أنت لو الاختيار الأول أو الثاني أو الثالث. فباخذ وقت كمان مع الطالب، بشرح للأهل أهمية التعليم،
في ناس بيقول لك انا ابني بدي يجي بس يدرس بك، ما بدي دبلومه، ما بدي كولج، بدي يدرس جامعه. كمان بشوف الوضع المالي للاهل، يعني بسال الاهل انه الجامعه بتكلف هاي المبلغ، الكليه بتكلف هيك. وبعدين اصلا يعني الجامعه حتى الطالب لما بيخلص كولج سنتين بيقدر يكفي كمان بالجامعه، يكمل كمان سنتين وياخذ الباتشلر، والسعر بيكون نص السعر، بدل ما يدفع بالجامعه 30,000 از انترناشونال ستودنت بيدفع بالكولج 15,000. ومجال يعني الحصول على العمل دائما عندنا بالكولج مطلوب، يعني الطلبه اللي بتخرجوا من الكولج في مهن معينه مطلوبين. معظم الطلبه هلا كلهم بقول لك انا بدي بزنس. اوكي بزنس، إشي تاني غير البزنس. فموضوع الكونسلتيشن انه انا اوجههم للباثوي تبعهم صح، وافتح لهم يعني زي ما بقولوا عليهم على تخصصات هم كمان ما بيعرفوها، لانه مثلا احنا في بلادنا محدد. هذا شيء مهم، يعني بقول لك مهندس، دكتور، صيدلي، يعني خلص انه تخصصات معينه. فهون يعني مثلا انا بكندا عندي 38,000 كورس ممكن الطالب يدخل فيه. كمان موضوع اللانجوج كان كثير هي معضله بالنسبه للطلبه اللي بيجوا من برا صراحه. ف معظم الطلبه اللي يعني في كثير من الطلبه اللي بتيجي بقول لهم يعني ما يعني دونت بي بانيك، يعني ما تخافوا، ممكن احنا بنسجلكم بالكوليج او بالجامعه بكونديشنال انه تيجوا ان فرونت، بتاخذوا شهرين، شهر، 3 شهور حسب الليفل تبعكم الانجليزي، لانه بدل ما يضلهم يعملوا امتحان الايلتس او او توفل او الامتحانات المطلوبه منهم، لا احنا بنختصر عليهم صراحه وقت وبنختصر عليهم فلوس، لانه كمان لما يكونوا لو باث واي بسموه صح؟ فكمان هاي يعني انا بقدر كمان اساعد فيها الطلبه، يعني بقول لهم لا ما يعني مش محتاجين هلا مثلا تعملوا هاي اللانجوج ان فرونت، لا وي كان دو ات. طب استاذ خوله، انت سويتي شركه اسمها 365. يا ايش الخدمات اللي بتقدموها للطالب من A to Z؟ يعني الخدمات هل هي جامعيه، هل هي سمر كورسز، سمر كامبس، واحد بيبعت ابنه مثلا صف 10 يدرسوا اللغه الانجليزيه، هل بتامنوا له السكن، بتامنوا له الباص من المطار للبيت، شو الامور بتقول؟ هلا بالنسبه يعني احنا بنبلش مع الطلبه من المرحله الثانويه، احنا المرحله الثانويه بكندا بتبلش من جريد 9 معظم، يعني في اونتاريو عاده. فجريد 9 10 11 12 بيقدر الطالب يجي يدرس لوحده في سكن داخلي بيكون مؤمن له، يعني انا عامله اجريمنت مع كذا مدرسه في بلندن اونتاريو، في بنياجرا، في بتورنتو، يعني بعده مدارس. فممكن الطالب يجي بميسيساغا، بيجي الطالب يدرس هون المرحله الثانويه، ببلش من جريد، حتى في طلاب بيجوا جريد 11 او 12. فموضوع التامين يعني الدراسه بتبلش انا عندي من المرحله الثانويه، حتى بالمرحله الثانويه في طلاب مثلا بيقدر يدرسوا اونلاين هاي سكول. انا عامله اجريمنت مع بيالت وحده، هو من اتس نمبر 1 سكول باونتاريو الرانك تبعها از از برايفت انترناشونال سكول للهاي سكول. فكمان الطالب اللي مثلا اهله خايفين عليه ممكن انه يعمل جريد 11 12 ببلده، بيحصل على الثانويه الكنديه من اونتاريو، ولما يكون عنده الثانويه بامكانه يجي يكمل دراسه هون اذا اهله خايفين يودوه. في اهالي كثير بتقول لا انا بودي ابني اذا في سكن، وعاده يعني انا كنت بدي اعمل سمر كامب، يعني رحت على نفس المدرسه وصورت بالمدرسه مشان الاهل يعرفوا يعني اولادهم وين رايحين، يعني انا كأم بدي اودي اولادي بدي اطمئن عليهم.
مظبوط صحيح معك. فهاي بالمرحلة الثانوية اللي بنحكي عنها. في عندك بعد الثانوية اللي بده يدرس كوليج 2 years مع كوب مثلاً 1 year هاي 3 سنوات، اللي بده يدرس جامعة 4 years كمان بنقدر نأمن له الدراسة، اللي بدهم يدرسوا مثلاً ماستر بنقدر 1 year course أو هاي دبلومة كمان بنقدر نأمن لهم دراسة. فعندنا هاي سكول، عندنا كوليج، عندنا يونيفرسيتي، عندنا كورسز، عندنا شورت حتى كورسز اذا حدا بده يجي كورس معين ممكن كمان نجيبه. يعني تقريبا من الف الى ياء بكل شيء الا البي اتش دي، يعني البي اتش دي صعب لانه لها متطلبات كثيره. فانا بيجيني ناس مثلا بدهم يقدموا على دكتوراه، بقول لهم إذا عندكم حدا أنتوا تواصلوا دايركت مع يعني الجامعات مع البروفيسورز لأنه يعني الريكويرمنت تبعها عالية، أو تعالوا سنة بكندا وبعدين أنتوا شوفوا كيف ممكن تعملوا يعني not more than one year إذا عندهم ماستر. واضح. طيب كنت أنت بدك تحكي عن حسنات دراسة في كندا، أنا وقفتك شوية لأنه حبينا نخليها للأخير. الآن شو الحسنات؟ بلاش نحكي السلبيات او الصعوبات اللي موجوده في الدراسه في كندا. هلا الحسنات، بتعرف انه كندا بلد امنه مقارنه مع الدول الاجنبيه الثانيه، يعني درجه الامان عاليه جدا، ما فيش فيها تمييز عنصري، فيش فيها تفرقه عنصريه، في قانون بيحكم الكل، الناس كلها يعني متساويه. فهاي بالنسبة للفقرة الأولى، مستوى التعليم الجامعي أو في كندا من أعلى المستويات الجامعية في العالم. يعني مثلاً عندنا جامعة تورونتو رقم 3 على العالم. في كتير كليات وجامعات يعني ليفل التعليم عالي جداً، فالأهل لما بودوا ابنهم يعني الدراسة بكندا مش بيزنس. في دول تعطيك الشهادة لأنه يعني نوع من التجارة التعليم، بس بكندا لا، ما في تجارة بالتعليم. الطالب اللي بتخرج من كندا بده يكون يعني بيطلع يعني فاهم، بيطلع بيدخل بسوق العمل وهو على أرض صلبة يعني. والبرامج الموجودة التعليمية بكندا يعني زي ما بقوله up to date، يعني على طول في برامج تعليمية، في future للطالب إنه يدرس. هاي بالنسبة للتعليم. تكلفة التعليم أقل إذا بنقارنها بالدول مثلا باستراليا، بأمريكا، ببريطانيا، بنيوزيلندا I think. يعني كندا من أقل الدول تكلفة بالتعليم، وخصوصا كمان هلا انه الدولار الكندي سعر اقل من الامريكي، فكمان هاي بتفرق بالنسبة للعملة. هاي بالنسبة لتكلفة الدراسة. الحسنة كمان الممتازة واللي هي مش موجودة بهاي الدول انه الطالب ممكن يدرس سنة، يشتغل سنة ويقدم على الورك بيرمت على البي ار على البيرمننت ريزيدنت. فهاي الفاسيليتي مش موجوده بالدول الثانيه انه الطالب يدرس سنه ويشتغل سنه وبعدين يقدم على البيرمننت ريزيدنت. فهاي كمان شورت كات للطالب انه بيجي بيدرس بدل ما يقعد من الزيرو، لا اجى درس اشتغل واستفاد من وقته وخلص انه بعدين بيقدم على البيرمننت ريزيدنت اللي هي الهجره مختصر. الهجره لك الهجرة القانونية. نعم. لأنها بتعطي يعني more scores لما بده يقدم على الهجرة. واضح. طيب هل هناك في سيئات نحكي أو سلبيات للدراسة عن كندا مثلا مقارنة بدول أخرى أوروبية أو أمريكا؟ هلا إذا بدنا نقارن عن أمريكا أو هو مش سلبيات أنا بعتبرها، يعني الطالب لما بيجي على بلد جديد اللي هو الكلتشر شوك مرات انه بعيد عن اهله،
في كل مكان يمكن. في كل مكان، فأنا ما بعتبرها بالعكس سلبية. ممكن البرودة الجو، لأنه في ناس مش متعودة على الجو البارد، فالطالب حتى يعني لما بده يجي بنقول لا ما تشتري ملابس من البلد اللي أنت عايش فيها، خصوصا اللي بالخليج أو بدولنا العربية، لأنه درجة الحرارة تختلف نهائي هون. فأنا حتى دائما الكل بنصحهم، حتى الإيميجرانت اللي بيجوا بقولهم ما تشتروا ملابس، ما تشتروا أحذية، ما يعني إنه تعالوا كندا كل شيء متوفر، لأنه عندنا مواصفات معينة للملابس في كندا. يعني الجاكيت مثلا ممكن تاخده ماينس 30 ماينس 45، يتحمل درجة الحرارة والبرودة. الشوز كمان نفس الشيء، يكون مؤهل يعني مجهز للثلج، في فرزات مشان ما يزحلقش الطالب. فهاي يعني شغلات يعني بيقدروا عليها، يغطي راسه من البرد، يلبس جلاس. يعني ممكن هي هاي الصعوبة في البداية، إنه يستصعبوا موضوع التأقلم مع الجو بعيدين عن أهلهم. بحاول دائما أخلي يعني بشوف الأهل شو بدهم. في ناس بقول لك أنا بدي كيبك، لأنه خصوصا بلاد المغرب بحبوا إنه يروح على كيبك مشان اللغة الفرنسية أسهل لهم. وفي ناس بتحب تيجي على أونتاريو، بحبوا مثلا بقولوا بدنا تورونتو، بدنا ميسيساغا، بدنا لندن أونتاريو. في ناس يعني صاروا بيعرفوا بالمدن عنا، حلو يعني مشان الأكل الحلال مثلا، اللي بدهم يأكلوا أكل حلال أو الأكل العربي. كمان الكالتشر، يعني يوم واحدة بدها تيجي من السعودية بتسألني، عندها ثلاث خيارات، بتقول لي مثلا وين أروح، عطتني نياجرا فولز، برامتون، ميسيساغا، أوكفيل. فقلت لها بيعتمد إنه شو بدك. فكل شيء يعني أنا كمان هاي الأشياء، يعني حتى السيتلمنت لازم إنه أشوف كل واحد شو قدراته، شو هو بده. يعني بده جو مثلا عربي بحت، بده جو أجنبي، بده حسب اللغة. فهاي يعني ناخدها بعين قبل ما نبلش، بالإضافة للتكلفة المالية بين المدن، غير التكلفة. قبل ما أبلش أنا بالأبليكيشن وأقدم للطالب، ما بدي إنه مثلا يجي ويقول لا أنا كنت بدي مثلا مكان رخيص، أو كنت بدي مكان فيه كله يعني عرب وأشوف عرب فكل واحد حسب ما هو حاب يجي وحسب قدرته بوجهه. واضح. أستاذ محمد بيحكي خولة شخصية مبدعة مثابرة مخلصة في عملها، ومثال للمتطوعين جميعا رجال ونساء، وهنئ كل من تعملين معه، ربنا يوفقك، تستحقين كل نجاح، ونحتاج كجالية عربية وجودك بيننا. شكرا على دعمكم دائما. يعني أكيد أكيد. طيب احكي لنا كيف بده يوصل الطالب، او يعني هلا في واحد سمع عن خولة بده يوصل لها، كيف بده يوصل لها؟ كيف شو الويب سايت تبعك وشو الموقع تبعك، وكيف بيقدر يستفسر عن الموضوعات هاي؟ هلا انا الويب سايت في مرحله منعدل فيه شويه، بس عاده انا بعطي الواتساب، رقمي الواتساب. وصراحه انا بحاول انه اتواصل دايركت، يعني بعطي دائما كونسلتيشن فري مشان الطالب يعرف شو بده، يعني مشان يكون تواصل مباشر مع الطالب. فهاي النقطة إنه ممكن يعني إنه منحط رقم تليفوني في المرحلة الحالية، وأنا أي وقت يعني حد بيبعث لي مسج بتواصل معه. يعطيك العافية. وبتذكر إنه تفضلي. يا أوكي thank you. بتذكر انه اسم الشركة 365 365، يعني على مدار السنة ان شاء الله. ان شاء الله عندهم خدمات جامعية، خدمات كوليج، خدمات كورسات، خدمات سمر كامب، وينتر كامب، تدريب لغة، وطبعا قبولات جامعية. الحكي اللي حكينا عنه هي كيف انك تقدر بمسارك كمهنة جديدة انك تختار هذا المسار. زي ما فهمنا من الأستاذ خولة، دراسته ليست بالمعقدة أو الصعبة، وجودك في الكوليج مبالغ مش كبيرة، لكن المشكلة طبعا how to market yourself
وهاو تو ادفرتايز يور سيلف. انا بدي اسال الاستاذه خوله في النهايه اذا عندها اي شيء افادتنا كثيرا اليوم، اذا عندها شيء ما سالنا عنه وحابه تضيفه تفضل يا استاذه خوله. شكرا كثير. يعني هلا الموضوع التعليم عن جد زي ما قلت لك بحر دكتور، وانا اي حد حاب يتواصل معي سواء بده يدرس او بده يشتغل او ينضم للفريق نشتغل كلنا كفريق بالموضوع الانترناشونال ستودنت، انا موجوده. يعني دائما بحب انه الفائده تعم على الجميع، يعني وايد واحده ما بتسقفش، فاذا كنا تيم ان شاء الله نشتغل من يعني مع بعض كمان كلنا بنكبر مع بعض. أي حد بده يتواصل معي بقدر يتصل على رقمي 416-464-6998، وممكن يتواصل عن طريق الإيميل info@365cesi.com. عيد الإيميل معلش. info@365cesi.com اللي هو كندا education service immigration. شكرا كثيرا لك، يعني معلومات جدا مهمة للأشخاص اللي حابين يدخلوا هذا المجال. again زي ما حكينا الأستاذة يعني خولة، أي حد حاب يدخل بهالمجال يتواصل معي، أنا يعني بكون كتير مبسوطة إنه أفيدهم بأي معلومة. شكرا لك كتير، دائما سباقة للخير يا أستاذة خولة. بنحكي باسم كنار تي في، بنشكرك شكر جزير. صوت العرب من كندا دائما هو صوتكم ويحييكم جميعا، ونشكرك باسم جميع المشاهدين اللي حضروا هاي الحلقة، وبنذكركم بحلقات اليوم مساء. اليوم إن شاء الله حيكون لنا حلقة عن الحجامة الساعة 9 مساء، يعني بعد حوالي ساعة وربع، فكونوا معنا وإن شاء الله نراكم على ألف خير. يلا مع السلامة.